السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الدرس السادس والثلاثين من دورة تعلم الكودينيتر فريمورك. سأتحدث في هذا الدرس عن إعدادات السيشن. هذه الإعدادات لدينا إذن هي عبارة عن 8 أو 9 إعدادات، نستطيع أن إيجادها ضمن config/config.php. إذا ننتقل هنا config.php، هذه هي الإعدادات. لدينا أول إعداد هو session cookie name، وهو اسم الكوكيز. كما تحدثنا في الدروس السابقة أن السيشن هي تكون مخزنة ضمن الكوكيز ولا تستخدم السيشن الخاصة في البي اتش بي، فمن هنا نستطيع تحديد اسم للسيشن كوكي هنا من هذا الخيار. ثاني خيار هو سيشن اكسبيريشن، وهو مدة انتهاء السيشن، هو بشكل افتراضي موضوع على 7200، وهو هذا الإعداد يكون موضوع بالثواني، إذا فهو عبارة عن ساعتين. الإعداد التالي سيشن اكسبير ان كلوز، يعني أن في حال قام الزائر أو صفح الموقع بإغلاق الموقع فالسيشن تنتهي ولا تستمر في المدة المحددة لها هنا بشكل افتراضي موضوع على فولس. في حال كنت ترغب في تدمير الجلسة في حال إغلاق المستخدم للموقع تضع هنا ترو. سيشن انكريبت كوكي، وهي إذا تخزين الكوكيز في حال كنت ترغب بتشفير عفوا تشفير الكوكيز نضع هنا ترو. سيشن يوز داتابيس، قمنا بشرح في الدرس السابق، وهو لاستخدام السيشن للداتابيس في الإعداد الافتراضي يكون فولس. في حال كنت ترغب باستخدامه تضع ترو، شرحنا في الدرس السابق هذا الموضوع. سيشن تيبل نيم هو إذا عبارة عن اسم الجدول الذي ستستخدمه السيشن في حال كنت ترغب باستخدام الداتابيس، تستطيع تغييره إذا من هنا، إذا تحدثنا في الدرس السابق. سيشن ماتش أي بي هو إعداد مخصص ل في حال كنت ترغب أن تكون السيشن محددة بحسب الأي بي أيضا، يعني في حال تغير الأي بي تقوم بتدمير السيشن وتوليد سيشن جديدة بشكل افتراضي يكون فولس. سيشن ماتش يوزر اجنت، اي يجب تطابق معلومات اليوزر اجنت حتى اذا يتم ادخاله الى نفس السيشن، والا اقوم بفتح سيشن اذا جديدة. سيشن اذا تايم تو ابديت، هذا الاعداد اذا هو عبارة عن المدة التي يتم فيها عمل regenerate للسيشن وتوليد ID جديد لهذه السيشن. إذا بهذا الشكل نكون إن شاء الله قد غطينا كامل المعلومات عن مكتبة السيشن. في الدروس القادمة إن شاء الله سنتابع حديثا عن مواضيع أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.